مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقتنا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مهارات جديدة وصفات بناء على طلب حضراتكم طلبتوها، يا رب تنول إعجابكم. هنبدأ أول وصفة بوصفة لطيفة جدا. أنتوا عارفين الكوبيبة أنواع، طبعا أكيد إحنا كلنا عارفين الكوبيبة المتعارف عليها اللي بنعملها من اللحمة، وبتبقى حشو اللحمة المفرومة، وبيبقى في منها الكوبيبة الصينية، وفي منها أنواع كتير في بلاد الشام أكيد، وفي سوريا وفي لبنان وفي الأردن، ومشهورة جدا. النهاردة احنا هنعمل بقى يعني ايه جزء كده، هناخد البرغل الجميل ده وهنعمل كوبيبة البطاطس، هنحشيها كده ميكس بينهم، ودي برضو جميلة وموفرة، نقدر نحشيها بأي خضروات موجودة عندنا. تعال نقول بسم الله ونقول الوصفة ونشوف هنبدأ فيه. عندي نص كيلو من البرغل الناعم، ده لو هنعمل كمية، نص كيلو من البرغل، وعندي كوباية ونص مية بنقع فيها البرغل ده، وبعدين بصلة مبشورة، بطاطستين مسلوقين ومبشورين أو مهروسين زي ما حضراتكم تحبوا، معلقتين كبار من الدقيق أو من النشا، معلقة كبيرة هريسة ودي اختياري، وعندي كمون وملح وفلفل. اللي عايز يضيف أي توابل تانية زي السماء، زي البهارات، زي الكباب الصيني، مفيش مشكلة. طيب أنا هحشيها إيه؟ أنا النهاردة هعمل لها حشوة يعني مختلفة شوية. عندي سبانخ، وعندي طبعا بصلة مفرومة، وعندي فلفل أحمر مفروم، مش شرط يكون حار، يعني مش مقياس، ممكن يبقى فلفل رومي او فلفل قرون ولكن مش حار. عندي كوبايه من الرمان، وعندي زيت زيتون، وعندي دبس رمان، واللي عايز يضيف فصين ثوم ممكن يضيف فصين ثوم، ما فيش اي مشكله. عايز يضيف اي توابل او خضروات اخرى، يعني ممكن مع السبانخ دي احط مثلا عودين من السلق، عودين من الكزبره الخضراء، زي ما حضراتكم تحبوا. هنبدا نقول بسم الله بقى ونشتغل في الوصفه دي. طبعا البرغل اول حاجه بعمله ايه، بنقع البرغل شويه مش قبل الشغل بكتير. برضو النصيحه دي مهمه لاصدقائنا اللي بيستخدموا الكوبيبة وبيحبوا يعملوها. البرغل ما بننقعوش فترة طويلة. امتى بقى بستفيد من البرغل ده؟ لو انا عندي مفرمة، لو انا عندي المفرمة هفرم في المفرمة، هينزل عندي الكوبيبة جميلة جدا انها بتاخد وشين. وعادة البرغل ده حتى لو هو فيه شوية كده ماسك نفسه بينزل في المفرمة، هتلاقوا لونه بيض شوية، يعني الكوبيبة ما بقتش كلها لحم. حتى تلاحظوا لو المحلات السورية بنلاقي الكوبيبة لو مجمدة أو إحنا قبل ما بيحمرها بتلاقوا لونها أبيض كده، ما هواش لون اللحمة زي ما إحنا بنعملها في البيت، بتبقى لحم وإضافة شوية برغل، يعني فاهمين قصدي؟ فهي لو في المفرمة تمام، هم عادة بره بيعملوها في المفرمة على طول، لكن إحنا هنا بقى هنستخدم الكبة، واللي متاح عنده مفرمة هتبقى رائعة، بس مش هحط البطاطس في الكبة أو مش هحط البطاطس في المفرمة عشان ما تعملش عرق وتمط. طيب هنبدأ كده بسم الله، وهاخد أول حاجة طبعا البصل، وهاخد الملح والفلفل، هحط كده بصوا. عايزة أقول لكم الكوبيبة دي أو الكبة دي أكلة شرقية عربية، يعني مشهورين بيها طبعا سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق، كل واحد بيحضرها بالشكل اللي يريحه، وكل بلد ليها طبعا أكيد مذاق وطعم مختلف جدا، لكن اشهر واحده هي الكبه الحلبيه اللي احنا كلنا عارفينها، من اجملها، من اجمل الانواع الكبات يعني كده. بصوا تعالوا بقى نعمل ايه بقى هنا كده، هشيل كده. تعالوا بينا بسم الله الرحمن الرحيم. انا حطيت البصل، هاخد البرغل ده، اسمحوا لي اصفي بس الميه بتاعت البرغل ده. طبعا انا لو جايباه اكياس تمام. الاول هديله كمان شويه من التوابل، يعني ايه، هعصره جامد جدا، هعصره جامد جدا كده بايدي. انا نقعه مثلا تقريبا اخد ايه تلت ساعه قبل ما اشتغل فيه. لما بعمل كمان التبوله، لو انا مش هستخدم التبوله دي في ساعتها اكلها كسلطه، بروح حاطه البرغل ناشف جاف، وبعتمد على ايه بقى، بعتمد على السوائل اللي بتنزل على الدريسنج بتاعها، هي زيت الزيتون وعصير الليمون والحاجات. تعالوا بقى نتكلم عن البرغل. البرغل طبعا ليه فوائد كتير، لانه مليء جدا بنسبه كبيره من الالياف، وبيدي احساس بالشبع، وطبعا سعراته الحراريه مش كتيره، قليله، ف بيستخدموه كتير ناس في الدايت مكان الرز والمكرونه ومكان الخبز كمان، لان هو كمان بيظبط نسبه السكر في الدم بشكل كويس.
وكمان في نسبه حديد وزنك عاليه جدا ونسبه بوتاسيوم وبيقوي المناعه بشكل جميل. فهو جميل ان احنا ندخله في اكلاتنا، يمكن احنا مشهور بيه بس كم وصفه، احنا محتاجين ندعم الوصفات الحلوه دي وندخل البرغل معانا في سلطات وفي حاجات جميله نعملها. تعالوا بقى هاخد كده شويه من الدقيق، معلقه هريسه ودي اختياري برضو، ومعلقتين الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عايز يضيف اي توابل تانية يضيفها براحته خالص كده. انا حطيت على البصل كده، وهاخد هنا معلقه واحده وهحط الثانيه لما اجي اشكل الايه العجينه بتاعتي. بسم الله. بصوا بضربهم ضربه حلوه مع بعض لما يبقى زي المعجون كده، هقلبها بس تقليبه كمان اسمحوا لي كده بالراحه. بسم الله، عشان ايه الكميه كلها تختلط. وتعالوا ناخد معانا ام اسلام. يا صباح الفل، اهلا اهلا حبيبه قلبي، صباح الفل يا ام اسلام حبيبتي، اين انت؟ طب ممكن تكلمينا تاني يا روح قلبي، عايز اسمع صوتك. شايفين تبقى زي المعجون كده، علشان ايه اعرف اخلطها مع البطاطس اللي انا هخلطها وهحط معاها معلقه. بصوا عامله ازاي، اخر ضربه. الريحه طبعا حلوه لان البصله اتنكهت معاها الكمون معاها الملح والفلفل. اللي عايز يحط قليل من السماق او البهارات او كباب الصيني. تسلم ايديكوا والله ما شاء الله. تعالوا بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد بقى، ورجعت لنا حبيبتي ام اسلام. يا صباح الفل، صباح الهنا حبيبه قلبي. يا روح قلبي انتي عامله ايه يا حبيبتي؟ عاملين كوبيبه بالبطاطس. ما انا مستنيه الغدا بقى، الغدا عندك النهارده. يا نور عيني، وانت لما تيجي اجيب لك كوبايه بالبطاطس اجيب لك ايه بقى؟ اجيب لك حاجات حلوه كلها. حلوه والله. الله يسعدك. حاجه منك جميله. حبيبه عمري. ربنا يسعدك. طبعا اجمل حاجه موضوع الكوبيبه ده، مش قادره اقول لك. طبعا. طبعا انت علمتيني البرغل ايه بالظبط اللي انا اجيبه. ايوه. وفعلا من ساعه ما جبته وهو بيظبط معايا، مش قادره اقول لك قد ايه. حبيبتي. بجد انت يعني فضلك كبير قوي، علمتيني حاجات كتير قوي. حبيبه عمري، هذا من فضل الله وحده والله، وذوقك واخلاقك العاليه بس. ربنا يخليكي يا حبيبه. حبيبتي. يسعدك. امين. ويحسن ما بين ايدك يا رب. امين. احنا وانتوا كل السامعين يا رب العالمين. ربنا يبارك لك، ربنا يخليك يا حبيبتي. حبيبتي. بشكر قناة الأهلي وهي فعلا على راسنا من فوق، إن جابت أحلى شيء في الدنيا. يا رب يخليكي ويعزك يا روح قلبي، على راسي من فوق. يا حبيبتي سلامي لكل كرور برنامج. يوصل يا روح قلبي، تسلميني. ما تحرمش منك أبدا يا أم إسلام. أنا منك يا حبيبتي. ربنا يصبحك بكل خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصوا بقى، حطيت كده المعلقتين الكبار الدقيق، وحطيت البطاطس، بطاطسيه مهروسه او بطاطستين زي ما تحبوا، على حسب بتحبوا نسبه البرغل اكتر زي ما انا عامله، والبطاطس او تحطوا معاها النشا. وينفع دقيق رز لو عايزين، اذا موجود عند حضراتكم تبقى بقى كده جميله مفيده ولطيفه. اللي عايز يحط مكان ده دقيق شوفان يحط، مش شرط يكون دقيق ابيض، يعني اقصد فيه بدائل كتير لحضراتكم تتناسب معانا لو عايزين نعمل الوصفه دي بشكل جميل ومختلف. بصوا بقى تبقى العجينه حلوه ازاي. طبعا المفترض واي كبه او كبيبه في الدنيا لازم تسقع، يعني بتدخل مرحلتين. مرحله دلوقتي ترتاح نص ساعه في الثلاجه،
وبعدين ابدا اشتغل فيها. فانا لما هشتغل فيها هاخدها ابدا اشتغل بيها اللي هو ايه، تبقى كوره كده. ببدا بقى اعمل كده، وطبعا لازم يبقى عندي هنا شويه ايه، زيت كده خفيفه او ميه، الاثنين ينفعوا. خلاص انا هجيب بقى برضو بوله صغيره كده احط فيها هنا قليل من الماء، بسم الله، عشان الميه دي كمان بتبقى الميه ساقعه، يعني يفضل لو في تلجتين وساحوا انا اشكل بيهم الايه، الكوبيبه بتاعتي. حلو كده، على خفيف خالص، هي كده لازم تبقى متماسكه اهي اهي. بصوا على حسب بقى الحجم اللي حضراتكم عايزينه. يروح قد انواع الكوبيبه كتير، يعني الكوبيبه النيه دي جميله جدا، بس طبعا ليها محبيها، برضو بتتعمل من البرغل واللحم الاحمر من غير دهون خالص، ودي هنحط فيها الحشو، يتحط فيها مكسرات وتوابل. انا هسيب الكوبيبه دي شويه او العجينه دي احطها في الثلاجه شويه، وهشتغل مع حضراتكم الحشو، واسيبها ترتاح كده 5 دقائق، وبعدين ايه نبدا نشتغل فيها في الحشوه مع بعض. خليني احطها هنا، بسم الله، وتعالوا بقى ايه نعمل الحشو. انا سخنت الباين هنا، وهنحط شويه زيت صغيرين، ينفع زيت زيتون طبعا هيبقى جميل جدا. وهاخد كده بسم الله البصل، طيب احنا بقى اوكي هنعمل بس انا كده وضحت لحضراتكم هتتحشي ازاي وتتشكل الشكل الجميل. طبعا رشه الملح والفلفل مع البصل مهمه جدا اهي، هنحطهم دلوقتي، رشه ملح وفلفل، نقدر هنا نحط برضو رشه من البهارات. طيب انا دلوقتي هشوح البصل الجميل ده، هستنى عليه بس شويه، مش هحمره جامد يعني، وهستسمح حضراتكم ان احنا نطلع الاستراحه، ونرجع بعد الاستراحه نستكمل وصفتنا في انتظار حضراتكم. رجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. بصوا بقى انا عملت ايه، ادي السبانخ، طبعا دي سبانخ فروزن يعني مجمده، اخدتها وسبتها تهدى وتفك، وبعدين عصرتها كويس قوي عشان السوائل. وبعدين انا عايزه الوصفه تبقى جافه، حتى لما هنعمل اللحمه، لو احنا بنعمل الكوبيبه اللحم يعني، هنبقى الوصفه بتاعت اللحمه المفرومه لازم تكون لحمه احمر خالص، ولازم كمان تكون، حط بس فص ثوم معاها عشان السبانخ بتحلى بالثوم، واللي مش عايز يحطهم فريش يحطهم باودر ما يجراش حاجه، بس بما اننا عاملين حاجه يعني ايه فيها خضروات. حضراتكم اهم حاجه ان تبقى الوصفه او الحشو بتاع اللحم كمان نفسه، اللحمه المفرومه، يكون ايه جاف يعني نصفيه. طيب هاخد كده من الفلفل الاحمر معلقه، طبعا السبانخ دي انا عارفه ان يختلف عليها ناس وقد يتفق عليها ناس، ناس تحبها وناس ما تحبهاش، لكن هي مهمه جدا، فيها نسبه حديد عاليه، ومهمه للانيميا وللاطفال، وغنيه جدا بحمض الفوليك اسيد، وبتعزز كرات الدم الحمراء جدا. وعايزه اقول لكم ان هي بتساعد كمان في نزول الوزن، ان في ناس كتير قوي فيها نسبه بوتاسيوم حلوه، وده بيمنع تضييق الشرايين، فمفيده جدا، وفيها مضادات اكسده كويسه جدا جدا. وتقدروا تعززوها بقى باي حاجه من الخضروات المحببه، يعني عايزين تغيروا طعمها حطوا ريحان فريش، حطوا زعتر فريش، غير ان هي كمان تعرفوا نقدر ندخلها في حاجات كده فطاير جميله. بصوا، وممكن بقى تدخل في وصفات للشعر، تخيلوا تدخل بقى السبانخ دي وتتضرب في الخلاط مع زيت الجرجير او شويه جرجير، ويصفوها ويعملوها للشعر زي ماسك، وبعد نص ساعه ساعه يتغسل. الجرجير بيطول الشعر جدا وبيلمع الشعر قوي، فهي حاجات جميله جدا طبيعيه للناس اللي بتحب الوصفات الطبيعيه. بصوا بقى انا الوصفه او نشفتها ازاي لدرجه انها ما فيهاش اي سوائل، وده المهم عشان لما اجي احطها في الكوبيبه ما تبقاش ايه تبوظها لي وتتفك مني. هفتح كده احط بقى الجزء ده كده في البوله عندي عشان ابردها، هنقلها هنا. بصوا كده، بسم الله كده، وبعدين هضيف شويه كده من الرمان الحب، وهاخد معلقه واحده من دبس الرمان، معلقه صغيره،
لبس الرومان ده كمان، بصوا الكياش التكييف، بس لبس الرومان ده، الرومان ده بيتعمل بيه ماسكات للشعر، بيتعمل دريسنج على سلطات كتير جميله، حط جوه الكوبيبات بيدي طعم وتيست، حط مع ورق العنب مع بعض المحاشي، في ناس بتحبه. وبيتعمل من الرمان الحب اللي حضراتكم شايفينه الفريش ده، واحنا نقدر نعمل ده في البيت بكل سهوله ان شاء الله. الرمان ده ماسكات ومشروب، هو مهم جدا كمان، بيدعم كمان المناعه جدا. يعني لو عملنا الرمان ده مع مثلا الفراوله، او الرمان ده عملناه مع البنجر، بيبقى رائع. طيب هبدا بقى انا هوري حضراتكم بس كده ايه اللي احنا كنا مجهزينها. بصوا كده، هي طبعا لازم تسقع، اهم حاجه احنا اتفقنا انه لازم تكون ساقعه، علشان كل ما هتبقى ساقعه كل ما هتتشكل معايا اسرع واحسن وهتتماسك اكتر. خلاص هعمل كده، وهاخد بمعلقه صغيره قليل من الحشو اللي فيه دبس الرمان والرمان والخضره الجميله دي اهي، من الحاجات اللطيفة جدا، مختلفة بس حلوة، طعمها حقيقي حلو. وهنبدأ نديها الشكل بتاعها من الناحيتين، في ناس تحب تعملها من ناحية واحدة وفي ناس تحب تعملها من الناحيتين. طبعا المية اتفقنا انها تبقى مية دوب، انا بمسح مسحات خفيفة كده عشان تديني الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. شايفين طبعا هي مش متماسكة دلوقتي، انها لسه يعني ايه الخليط دافي، شايفين كده اهو. نعمل بقى البوز بتاعنا ده كده، وهنا اهي خلاص. وتفضل بقى افضل انا اظبط ده كده بايدي في الميه الساقعه كده مسحات خفيفه لحد ما اديها الشكل بتاعها. وبعد ما بشكلها انا بدخلها الثلاجه، لو انا هستخدمها بعد نص ساعه ساعه الثلاجه كافي، طب لو انا هخزنها يبقى في الفريزر. هوري حضراتكم برده بيبقى شكلها ازاي لو هي في الفريزر. خلينا نوريكم كده واحده هنا في الطبق اهي، لو هي بقى في الفريزر هنشغلها، هنحتفظ بيها وهنعمل بينها كده لايرز من الورق الزبده او ورق الايه الاكياس الثلاجه. بصوا كده، لما بطلع الكوبيبه ايا كانت لحمه او اي نوع كوبيبه من الفريزر على القلي مباشره، ما بنتظرش عليها. ليه؟ علشان لو سبتها تهدى بره هتشرخ وتفك منك وتفتح في الزيت، وهتستغربوا جدا تقولوا هي ليه فتحت. هنا ده سخن، طب خليني بس انقله كده بالايه قليل من التيشوز. بسم الله، هاخد دي هنا عشان انا هنا النار عاملاها دبل. بسم الله، هنعلي بقى الزيت. الزيت في الاول لازم يكون متوسط، بمعنى يعني انا مش عايزه الزيت يبقى حامي قوي فهي تاخد لون سريع جدا من بره ومن جوه لسه ايه ما استوتش. انا عايزاه متوسط، متوسط الحراره. هجرب كده في حاجه صغنونه من اللي فيها عجينه البرغل، لا لسه طبعا هو ما سخنش، فانا هسيبه هنا يسخن وياخد حريته، وبعدين نبدا نشتغل فيها. يبقى احنا اول مرحله الحشو ده لو اتبقى منه عند حضرتك وساي انت مش عامله غير كميه مثلا محدده، احتفظي بيه في الفريزر مش هيجرى له اي حاجه. الكوبيبه او العجينه بتاعتها بصوا جميله ازاي، نسبه البطاطس فيها للبرغل معتدله جدا، احنا مش حاطين فيها لحم. الحشو ده تقدري تخليه لحمه، تقدري تخليه فراخ، تقدري تخليه خضروات جميله زي اللي احنا عاملينها كده، زي ما انت عايزه. بصوا الزيت هوريكم انهي مرحله اللي يبدا فيها. طبعا اول ما بتطفو على السطح نعرف ان الزيت حرارته بقت كويسه مظبوطه، نبدا نضيف فيه حبات الكوبيبه، ولما يسخن قوي هدوا النار علشان تقدروا تعملوا لو في رصه ثانيه تبقى اللون بتاعها يفضل محافظ انه ذهبي وجميل. هنعمل بقى وصفه ثانيه كانت اتطلبت مننا، بس ما دام كانت طالبه مننا كمان بعدها كنا احنا حطينا المنيو الطعميه السوري اللي بالحمص، يا مدام منال هنعملها ان شاء الله. احنا النهارده هنعمل الايه اللي هي المصريه ان شاء الله، وهننزل مقاديرها عشان خلوا بالكم كمان الطعميه المصري دي انا هقول لكم عقودتي فيها فين وانتم تعرفوا. طبعا يعني ناس كتير بتاكل الطعميه بره وخلاص اتعودت ويقول بتنزل في الزيت وخلاص. طبعا غلي الزيت اكتر من مره ده مش صعب، لانه كميات الزيت اللي بيعملوا فيها اكيد مش هيغيرها كل يوم، ده استحاله. تاني حاجه الخضره، يعني معديه مره كده والله بالصدفه، كنت نازله بدري جدا وقبل ما يبدا الراجل، بس مش كل الناس بتعمل كده، في ناس محترمه وفي ناس عندها ذمه وفي ناس بتغسل الخضره دي كويس. واحد بس بيغسل الخضره فقط، اي حاجه تخص الشغل في المحل ده في حد مختص بيها بيعملها على اكمل وجه، وفي ناس ما بتهتمش.
فالحقيقه انا لما شفت المنظر مسك كل ربطات الخضره وراح منزلهم في جردر شطفهم كده ونطرهم وراح مقطع على طول. اتصدمت يعني، قلت يعني ده احنا المفروض في البيت يعني ده احنا كده تعالوا بقى ايه، انا لو دي مسكت في بعضها هسيبها تفك في الزيت. بسم الله. بس انا عايزه معانا هبه، ناخد هبه. يا صباح الفل. ازيك يا شيف عظيم؟ اهلا بيكي. صباح الفل. ازيك يا روح قلبي؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله حبيبه قلبي بخير. اخبارك ايه كده وايه الحاجات الحلوه دي؟ حلوه السبانخ الجميله دي جميلة. يا رب يسعدك حبيبتي. فكرتها حلوه قوي يعني تخلي الاولاد يحبوها اكتر. حبيبتي ربنا يبارك فيك. عندي ما بيحبوش السبانخ قوي، كل ما اعملها يقول لي مش عايزين ناكلها. ما ممكن تخلطيها بحاجه ما يحسوش طعم السبانخ، يعني ادعميها بقى بريحان، باي حاجه من الحاجات الجميله الورقيه، بورق نعناع، براحتك. حلوه جميله والله حبيبتي. الريحان دي حلوه هحطها لهم برضه. تسلمي يا حبيبه قلبي. طعم احلى يعني. اكيد يا روحي. تسلمي لي حبيبتي. هي برضه جميله، ربنا يبارك فيك يا رب. الله يسعدك. حلوه دي وما يحرمناش منك ابدا. امين ولا يحرمني منكم ابدا. اعمل تهنئه اهداء برضه كده، كل سنه وانت طيبه وعيد ميلاد اختي منال ربنا يبارك فيها. كل سنه وهي طيبه يا روحي. وهي طيبه وانت طيبه وكل الناس طيبين يا رب. عقبال مليون سنه يا منال والله بجد. ربنا يديم بينكم دايما المحبه حبيبتي يا رب والوصال دايما. ربنا يكرمك يا رب. تسلمي لي يا هبه في حفظ الله يا روح قلبي، وانتي طيبه يا روحي بالصحه والسلامه. شكرا ليكي حبيبتي. سعيده يعني تبادل التهنئات ده حاجه جميله، والمحبه دي حاجه حلوه مش بس بين الاخوات وبعض، كمان بين الناس وبعض، بين الجيران وبعض، بين الاصدقاء، بين ناس في العمل. ساعات كده الواحد انا يمكن بعتبر انه الفتره اللي بالعشره مش هي بقت الأساس إن الواحد يحكم على الأشخاص اللي بيصادفهم في حياته، لأنه ممكن يكون بيصادف ناس عشرة طويلة لكن ما جمعوش بينه وبينهم مواقف تخليه يعرفهم أكتر أو يشوفهم على حقيقتهم أكتر. الناس اللي بتبقى علاقتك بيهم بتحكمها المواقف هي أقوى بكتير حتى لو كانت من فترة قصيرة قد كده، لأنه بيبان فيها طبيعة الإنسان وأخلاقه وأسلوبه في التعامل مع المشاكل. ودايما ما بيبانش الشخص إلا في الاختلاف، يعني دايما ما بيبانش إلا لما نختلف أو نزعل. ممكن نختلف بس مش بالضرورة نزعل من بعض ونتخانق ويبقى فيه قطيعة، يعني ممكن نختلف بس تبقى كل واحد محتفظ برأيه ويقول ده للتاني بشيء من الهدوء ومن الحب برضو يعني. فأتمنى يا رب أن دايما الجيل الجديد يتعلم الحاجات الحلوة دي. تعالوا بقى الكوبيبة بدأت اهي، هبدأ بقى ايه اسمي الله. خلوا بالكم ما بحطش كتير لان هي مجنبنة، فالتجميدة دي بتبرد الزيت شوية، فانا عايزاها ما تشربش زيت برضو يعني، انا مش عايزاها. طب في حل تاني ان احنا ما نحطهاش في الزيت؟ اه طبعا انا اقدر اجيب البخاخ، واعتقد دلوقتي نقدر نجيب البخاخات كده بتتباع بلاستيك، ونقرا بس ان تحت تكون اللي هي رقم 5 عشان تبقى صالحه. حط فيها شويه زيت زيتون او زيت عادي، هرش على الكوبيبه كده واحطها على ورق زبده على صاج واحطها في الفرن، ومش بالضروره تطلع اللون القوي اللي حضراتكم هتشوفوه. بصوا هي ليها لون كده، انا مش عايزاها توصل يعني للدرجه قوي للون ده. ممكن تخلوها، وممكن اللي عنده اير فراير وعنده امكانيه انه يستخدم اللي هي القلايه الهوائيه دي اللي هي بتبقى من غير زيت، يا دوب يرش رشه زيت ويسيبها بتطلع رائعه ومقرمشه، وهي الحقيقه غاليه بس صحيه يعني. ودي اهي. وناخد مدام منال. يا صباح الفل. صباح الفل، اهلا بحضرتك. الجمال والعسل ده النهارده منوره كده ومتعلقه بالكوبيبه الجميله دي. يا روح قلبي ربنا يخليكي ليا والله. انا مستنيه الطعميه اهو قاعده. انا اهو والله. انا هعمل المصري النهارده سامحينا، والاسبوع اللي جاي هنعمل السوري. اه انا قاعده منتظراك اهو يا حبيبتي. اديكي مقدما يا حبيبتي. تسلمي لي. تسلمي لي يا مدام منال. عايزه بس اعمل برضه تهنئه صغيره كده لعيد ميلاد بنت اخويا. طبعا. سرى سمر. ما شاء الله ما شاء الله، كل سنه وهي طيبه عقبال مليون سنه. بمناسبه عيد ميلادها سمر محمد. يا دكتور سمر كل سنه وانتي طيبه يا رب، يعني وعقبال مليون سنه حبيبه قلبي. كل الحب والتقدير يا مدام منال. شكرا ليك يا حبيبه قلبي، شرفتينا ونورتينا حبيبتي. بصوا بقى حطيت كده 5 حبات، وبعدين اول ما تبدا تمام اروح ضايفه الخمسه الباقيين وكده تمام. حتى لو حضراتكم في البيت قبل العزومه من الفريزر على الزيت، بتبرد الزيت شويه. نخلي بالنا بس من المعلومه دي، حاجات بسيطه بس بتفرق، حتى في القطايف، حتى في اي حاجه من المعجنات اللي احنا بنحتفظ بيها، سمبوسه مش بالضروره تسيبوه بره. انا بستغرب الناس اللي بتحطها بره لما ترجع تاني عجينه وتبدا
بتبقى بقى ايه البلل الفريزر او التجميده بتفك، فاللي بيتجمد ده بيعمل نسبه من الميه فاحنا مش عاوزينها.